بتاخدنا الايام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هاديه ولا حد يشيل عنك همك الا اللي دمه من دمك. دي العيله شجره العيله فرده على ولادها بلاد الشادية على نار هادية. بتاخدنا الأيام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هادية ولا حد يشيل عنك همك إلا اللي دمه من دمك. عيش بضمير عيش وعشق وحلم ووعد خاف من خاف لم يسلم مهما جرى اعلم الله اعلم. حيجيك بكرة احلى واحلم والافراح حجيك متهدية على نار الاشراف الطبي. خلي الدكتور يطلع هنا حالا. مكتب المحقق فاضي كامل. استاذه سميح ايه مالها؟ مغمى عليها يا فندم، انا طلبت الدكتور وزمانه طالع حالا. ها عامله ايه دلوقتي؟ احسن شويه، هي عايزه تروح بس انا لسه شايفاها تعبانه. بقول ايه يا فندم؟ ما نسيبها تروح ترتاح في بيتها احسن. استاذه مديحه. ايوه يا فندم. ممكن اطلب مني خدمه انسانيه؟ قوي تحت امرك. خليكي معاها لحد ما توصليها لعربيتها. هي اللي هتسوق؟ لا طبعا، عوني هيوصلها. ده سواق سيادتك؟ الو، ممكن اكلم سياده المستشار؟ انا يزري من مكتب معالي الوزير. ايه؟ امتى ده؟ استر يا رب. في ايه؟
سيادة المستشار. ألف بعد الشر عليه. أهلا يا صادق، اتفضل. بص بقى، في حاجة غامضة في الموضوع. طبيعي إنها هتتصدم لما تسمع أقوال رجاء. رجاء دي كان تحت طاعة وعطفها. سميحة خدتها معاها لما اتنقلت مكتب الوزير. أنا ما كنتش أعرف الحكاية دي يا فندم، بس أنا دلوقتي فهمت ليه ظهرت عليها الدهشة ووقع المفاجأة. ده طبيعي. بس اللي مش طبيعي بقى إنها تنهار لما تسمع أقوال رشدي. مع إنها متأكدة إنه ما بيطقهاش. من ساعة ما تركن وهي خدت مكانه. ومتأكدة كمان إنه ما بيحبهاش خالص ومش هيسيبها في حالها. من ساعة ما أثبتت إنه راجل كذاب بالدليل القاطع. وواثقة إنه مش هينسالها أبداً ذله قصادها وقصادي عشان تسامحه وتتنازل عن التحقيق. إذن فهي كانت متوقعة منه الغدر وعارفة إنه ممكن يكذب ويفتري عليها تاني. طب ليه انهارت؟ هي دي النقطة الغامضة في الموضوع. يا فندم دي فقدت القدرة على التنفس. لولا لحقناها بالدكتور. ويبقى السؤال، مين اللي وصل المعلومات دي للجريدة؟ رجاء. رجاء؟ رجاء ممكن تكذب وتفتري عليا؟ أنا مش قادرة أصدق. ما تصدقيش ليه بس يا سميحة؟ هي من بقية أهلك؟ وبعدين أنت اللي غلطانة. أنت اللي أخدتيها عليكي من الأول إنها تقول لك يا سميحة كده حفو هي سكرتيرتك. يوم ما تيجي تعملي عليها مديرة طبعًا هتستكترها وهتستنى إن هي تردها لك. وهي ردتها لك. ايه انكل بهجت؟ بتكحلي ليه؟ انا مبقوقه من اللي اسمها رجاء ومفروسه فارسه؟ معلش بكره الحقيقه تظهر. الحقيقه دي ممكن تتغير في ثانيه. الناس بتصدق الكذب وتكذب الحقيقه. دول ممكن يصدقوا رشدي ورجاء ويكذبوني انا. ايوه انا مش فاهم يعني ايه مدوا الاقامه في يوم المغادره؟ ازاي يعني؟ اهلا وسهلا. ثانيه واحده. أهلاً. شكراً. تفضل يا أستاذي. شكراً. بقول لك إيه؟ شوف لي كم شاليه عندك فاضي على البسين وارد عليهم إذا كانوا عايزين يمدوا الإقامة ينقلوا فيها. بلغني بالنتيجة، أوكي؟ يلا سلام. يبدو ان انا جيت في وقت غير مناسب. يا استاذي اوعى تقول كده، حضرتك تشرف في اي وقت. قول لي بقى تشرب ايه؟ لا لا مفيش داعي، اصل انا كنت جاي اقابل طارق، قلت ما يصحش اكون هنا و يعني ما سلمش عليك. الله عليك يا استاذي، كلك ذوق. قول لي صحيح بقى، اخبار سميحة حالم ايه؟ والله الاخبار مش حلوه. بتفكر تسيب الشغل؟ ما هو يا استاذي كل شغلي فيه مشاكل، بس إذا المشاكل دي زادت عن حدها وبقت أزمات متتالية بتبقى حالة صعبة احتمالها. أيوه بس هي كده هتقابل مشكلة أكبر. الفراغ الرهيب. هي كان مستجيري من الرمضاء بالنار. يعني مثلا أنا استقلت قبل ما اتحلل على المعاش، ثم أنا عندي ما يشغلني. عندي زينة ورجائي. أيوه ربنا يخليهم لك. وعندك كمان الجنينة بتاعت حضرتك واهتمامك بالورد. وأنا لما جيت عندك اكتشفت إنك قد إيه مهتم بالجنينة دي. لا ثم كمان أنت عارف إن أنا بكتب بس ما بنشرش، مش مهم أنشر. المهم إن في نبض في حياتي. تخيل بقى سميحة تعتزل حياتي العملية وهي في السن المبكر ده. دي مأساة طبعًا. مأساة ليه طب يا أستاذي؟ ما أكيد في فرصة لشغل تاني. تاني؟ لا 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 ما أفتكرش. هي اتعقدت من الشغل. كانت بتحب الشغلها ومتفانية فيه. ما كانش تتوقع المأساة والنتيجة اللي حصلت ديت. أنا آسف. أنا بشغلك بمواضيع كده متهيألي وأنت مش ناقص مشاكل يعني. إيه يا أستاذي اللي حضرتك بتقوله ده؟ معقولة كده؟ أنت لا تتخيل قد إيه سميحة هانم ليها مكانة عندي. أنت عارف يا أستاذي إنها بتفكرني بالهانم الكبيرة. نفس الأخلاق ونفس الروح والتواضع والإنسانية. أنا بصراحة أتمنى إن أنا أقدر أعمل لها حاجة. كفاية إحساسك ده يا سعد. أستأذن أنا بقى. طيب يا أستاذ اتفضل. مع سلامتك. الله يسلمك. ألف سلامة.
لا 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 مش ده، تعب نفسك انت حضرتك. مع السلامه. نفسك. مع السلامه. عرفت اللي حصل لسميحه؟ اه ربنا يشفي. مفيش شماته في مرض. الدكتور ادها اجازه مرضيه لمده اسبوع. يا اسبوع؟ ويمكن تمدها لو كانت تعبانه. زعلتيني جدا، دي هتوحشنا قوي. وما تنسيش زكي، هو الاخر هيوحشنا. ما هو مش هيجي، مصدر اخباره في اجازه مرضيه، مش كده ولا ايه؟ وهو يعرف منين انها في اجازه؟ كلها يوم او اتنين وتلاقيه صادق. هو مش متعود يفوت يسلم علينا؟ كتر السلام بيقل المعرفه. انا مش عايزه يجيني ولا عايز اعرفه من اصله. معقوله يشكوا في سميحه؟ سميحة تسرب معلومات ضد الوزارة؟ تخيل حضرتك. ده أنا مرة كان عندي مشروع مقدمه للجنة المختصة، فقلت أسألها يعني إذا كان وافق ولا لأ. إدتني محاضرة إزاي بس جرأت وسألتها عن المشروع ده. أعمل إيه؟ مع إن ده شغل، شغل يعني، مفيش أي مشكلة، لازم هعرف. لكن إزاي بقى؟ مش هتبقى نهاية العالم يعني لو قالت لي. هو الموقف حالياً ما بيحكموش المنطق، بيحكموا الشك. يعني هم ربطوا بين علاقتك بالجريدة وعلاقتك بسميحة، بالذات بعد حادث الباخرة. أنا ما جبت سيرتها، هي اللي جابت سيرتي من ساعة ما دخلنا المركب لحد ما حصلت الحريقة. بعدين هي اللي وقعت نفسها في دايرة الشك دي. على العموم خلاص، إحنا ما كناش ننفع لبعض. هي خيالية قوي وأنا عايش على أرض الواقع. على العموم أنت هنا، أنت هنا، قول لي أنت عايز إيه على وجه التحديد؟ لا 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 ولا حاجة. أنا آسف إن ضيعت وقتك في مسائل ما تخصكش يعني. ده قد إيه؟ أنت اتضايقت من كلامي؟ لا بالعكس، أنت وضحت الصورة جدا. وعلى رأيك في حد يعمل كده؟ سميحة تستاهل اللي هي فيه. ده قد إيه؟ أنت ليه فهمتني غلط؟ لا 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 لا، ده أنا فاهمك صح قوي قوي. وانا عشان راجل عمل يعني معناه اني انسان سيء؟ طب انا بقى حاسبت لك ان انا مش سيء، وحاسبت لك عملي مش نظري كمان. قلت لي اسمه ايه الصحفي ده؟ زكي توفيق، اول مره بيكتب ويشترك في الموضوع، وانا شايف ان يجي منه لسه مبتدئ وعمل علامه. برافو برافو، انا كنت فاكره صحفي قديم لاتصالاته وعلاقاته. يا ترى هو موجود دلوقتي؟ لا للاسف لسه ما اتعينش، لانه مش عضو نقابه ملوش مكتب عندي هنا في الجريدة. حتى الرد بتاعه مش ثابت، لسه تحت التمرين. لسه تحت التمرين وبتسمحوا له يكتب ويهاجم وزارة؟ يا طارق بيه، احنا مش بننشر حاجة دون مستندات. وايه الضمانات ان المستندات اللي معاه دي سليمة؟ جابها منين؟ وصلت لإيده ازاي؟ ده سر المهنة يا طارق بيه، هو من حقه يحتفظ بمصادر أخبار. طبعا طبعا، انا بس بحب اسأل ودقق، عشان أحب إن الجورنال اللي بتعامل معاه ما يكونش يعني قايم على الفبركة، ما يخشش في مشاكل وقضايا. مفهوم يا طالبي. حضرتك بتدعم الجريدة، ومن حقك إنك تطمن إن إعلاناتك بتنشر في جريدة مقروءة ومعلهاش أي مأخذ. بالظبط كده. من الناحية دي اطمن. كتير من القراء اتصلوا بينا وعايزين نمشي في نفس الخط. بيطلبوا منا المزيد من كشف المستور. آه، بس كشف المستور سلاح ذو حدين. هو أنت ناوي تكمل في الموضوع ده؟ وليه لأ؟ ده طلب القراء، وإن شاء الله نلحق العدد اللي جاي هيكون أقوى من العدد اللي فات. المهم مين أكتر واحد متحمس الموضوع ده؟ هو أستاذ زكي اللي تحت التمرين. طب يا ريت تنبه عليه بقى إن يكون واثق جدا من مصدر أخباره. أنا متأكد منه كويس جدا جدا جدا. وبرضو يكون واثق ان مستنداته كلها سليمه. يا طارق بيه، انا بنفسي بطلع على الاوراق، وبكره الجمعه الحكومه قافله، وهو وعدني هيكون عندي يوم السبت. برافو برافو. اهلا يا طارق بيه، اتفضل. اهلا سياده المستشار، انا مش هضيع وقتك ووقتي. انا كنت في الجريده بنفسي. اللي كتب جزئيه الهجوم على الوزاره ده صحفي اسمه زكي توفيق، لسه تحت التمرين وجاي هنا يوم السبت عشان يستكمل الموضوع. انا بقترح انكم تخلوا الاستعلامات ما يسمحلوش بالدخول الا لما يعرفوا هو جاي مين بالظبط. تحياتي. ايه رايك في اللي قاله يا سياده المستشار؟ كتر خيره، اقتراح لا باس بيه،
بس الاستعلامات لا. ايوه لا، مش عايز حد منهم يساله انت رايح فين ولا هتقابل مين. لو حس ان في شيء مش طبيعي مش هيدخل الوزاره اساسا. انا عايزه يخش الوزاره ويقابل اللي هو عاوز يقابله من غير ما يحس ان في عين عليه. سميحه انت اتجننتي؟ يعني ايه تستقيلي؟ خلاص يا هدى، خلاص ما بقتش قادره استحمل. انت من امتى هشه او ضعيفه؟ عمر الضحيه ما تكون قويه، وانا ضحيه العاب قذره مانيش قدها. ما اقدرش العبهم بنفس سلاحهم، ما اقدرش اعيش في جو كل شك. ده حتى اللي كانوا بيثقوا فيا بقوا بيشكوا فيا دلوقتي. يا ساتر، بالبساطه دي غيروا رايهم؟ معقوله؟ ليه ما شكوش انك ضحيه مكيده؟ ودي مش اول مره، وهم عارفين كده كويس قوي. نسيوا انه في ناس ضدك في الوزاره؟ اللي زود الحكايه اكتر ان كل الظروف والملابسات بقت ضدي، زي ما يكون كل شيء اترتب عشان ياكد لهم شكهم. وانا كمان خلاص، انا كمان خلاص بقيت بشك في كل اللي حواليا. هو فعلا صعب انك تثقي في حد بعد رجائه اللي عملته. هتجنن يا هدى، هتجنن، مش قادره انام، باخد منومات وبرده مفيش فايده. العصبيه والغيظ بيصحيني، مش عارفه اعمل ايه. تفتكري اعمل ايه يا هدى؟ استقيل احسن ولا انهار واتجنن؟ خد الشنطه دي بقى مع الحاجات اللي معاك واسبقني على تحت. حاضر. دي بتعملي ايه يا استاذه؟ زي ما انت شايف بلم حاجاتي الشخصيه. بتلم حاجاتك ليه يا فندم؟ هو في ايه؟ انا خدت اجازه طويله. اجازه طويله لحد امتى؟ لحد ما الدنيا تبقى بخير، ما فيهاش كدب ولا حقد ولا خيانه. جاي ليه؟ هو انا اقدر استغنى عنك يا سعاده البيه؟ كتر خيرك يا بيه، الموضوع مسمع قوي، ناويين نكمله. موضوع ايه؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ قوم يا رشدي بيه. اوعى تنطق اسمي على لسانك بعد كده. اتفضل يا حضرتك، انا مش فاضيلك. هو انت يا ست؟ انت تعرفيني وانا اعرفك اهو كويس. الاسانسير وسابني ومشي. بس انا بقى مش هسيبك يا ست. انا اعرفك منين يا ست؟ اتفضل معايا. ولما اتفضلتش هتعملي ايه؟ ما يصحش كده يا استاذ. وانت كمان الاخر طلعت لي منين؟ وانت تعرفني ولا انا اعرفك؟ هدي نفسك، لو في مشكله بينك وبين الاستاذه مديره مكتب الوزير نحلها بدون غير شوشره. انا ماليش دعوه بيك ولا بحضرتك ولا باي مشكله. انت جاي هنا ليه؟ وجاي تقابل مين؟ نعم، حضرتك باي حق تسالني السؤال ده؟ لا انا من حق اسالك، انا من امن الوزاره. اهلا يا استاذ. الله، انت مش اجازه مرضيه؟ ايه اللي جابك؟ كويس اني جيت يا فندم عشان اقابل الاستاذ زكي. حضرتك تعرفي اسمي منين؟ من الاستاذ رشدي، لما كنت واقف تتكلم معاه قدام الاسانسير. حصل؟ ايوه حصل. يعني مش انا اللي كنت واقفه اتكلم معاه؟ لا حضرتك، كنت نازله على السلم ومشيتي على طول من غير ما تسلمي على رشدي بيه. الجندي المجهول. ده مين ده الجندي المجهول؟ حضرتك تقدر تساله؟ رشدي بيه طبعا، لانه عمل موقف محدش يقدر يعمله في الزمن ده. دين يشكر في عمل اللي جه مكانه. الاستاذ رشدي هو اللي خلاني اكتب في كل عدد خبر في اشاده بالاستاذه، ووصاني اني ما اجيبش سيره لحد. هو الجندي المجهول. عظيم، يا بختك يا استاذ. فعلا يا بختي. يا استاذ صادق، خد الاستاذ زكي معاك مكتبك ودردشوا شويه مع بعض لحد ما ابعت لكم. حاضر يا فندم، اتفضل معايا.
ما تتكلميش، انا عارف اللي انت عايزه تقوليه. انا مش عايزه اقول اي حاجه، انا جاي اقدم استقالتي. استقالتي ايه يا استاذ؟ هو اي حد تصادفه مشكله في الشغل اوام يستقيل؟ العبره بالنهايه. ظهر الحق وانتصرتي. انتصار بالصدفه يعني ملوش معنى. افرض حضرتك ان انا ما جيتش النهارده الوزاره، او افرض انه هو ما جاش النهارده الوزاره. لا احنا بقى كنا عارفين انه جاي الوزاره وكنا مستعدين لاستقباله. افندم عارفين منين بقى؟ طارق بيه هو اللي ادانا الخيط اللي وصلنا للحقيقه. طارق انت صعبان عليا قوي يا زكي. يا ابني يا ابني الجدع اللي بيستغل ده بيستغلك بمكر ودهاء عشان يخلص حسابات قديمه. انا ما حدش يقدر يستغلني. يا راجل انت على نياتك قوي. طب مين اللي اداك بيان المشتريات؟ محدش. اهو محدش ده اداك ورق ملوش اي قيمه. ازاي بقى ملوش اي قيمه؟ يعني انت شايف ان ليه قيمه؟ يعني في حد اداك ورق؟ ها؟ مش بقول لك يا زكي انت على نياتك قوي، اديك طبيت وقعت بلسانك. حقيقي ان الذكاء ده شيء مهم لصاحبه والمعارف صاحبه. طارق بيه بذكاء شديد وبهدوء اعصاب اشد ما اعترضش انهم يستكملوا الموضوع في العدد اللي جاي. ما اعترضش؟ ده ياكد الفكره. كمان؟ ايوه، لانه كان عارف ان الراجل اسمه زكي هيرجع تاني الوزاره وهيجري جري على مصدر اخباره. وبما ان امبارح كان اجازه فضروري هيجي النهارده. تصوري ان السيناريو اللي توقعه هو اللي حصل بالظبط. الراجل اللي اسمه زكي اول ما دخل الوزاره الامن بلغني انه راح على طول على مكتب رشدي. ها يا صادق ايه الاخبار؟ وقع بلسانه يا فندم واعترف. الشيء الغريب واللي محيره ان ازاي كان بيخليه ينشر اخبار في صالح الاستاذه وهو ضدها؟ عشان ياكد علاقه الاستاذه بالجريده. ناوي يستغل ده ضدها. اعوذ بالله، ده راجل شراني ومعندوش ضمير. خلاص بقى يا صادق، كل شيء انتهى. لا يا فندم، الشر عمره ما هينتهي. طول ما في دنيا في خير وفي شر، ومع الاسف في شر واضح وفي شر مستخبي، وهو ده بقى الاخطر. وانا لا عرفت في حياتي حارب لا الشر الواضح ولا الشر المستخبي. بصراحه تعبت وقرفت، واذا كان فعلا انا مصممه على الاستقاله 100% انا دلوقتي بقيت مصممه عليها 1000000%. كنت فين يا هند؟ سمسم ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كنت فين طول النهار يا هند؟ كنت مع ياسر. اما انا عارفه انك كنت مع ياسر. عدى خدك من الساعه 8 الصبح مع ان النهارده اجازه من البنك. طيب ما احنا قضينا الاجازه سوا، يعني فيها حاجه؟ يعني ما انا احب افهم بقى رحتوا فين؟ يبقى ايه الاسئله دي كلها يا سميحه؟ هو احنا يعني لسه مخطوبين ولا ايه؟ انا طالعه اغير هدومي احسن متكتفه من الصبح باللبس ده، لو اتاخرت يبقى انا نمت. استني هنا، كلتي ولا عايز تتعشي؟ لا ميرسي يا سمسم، احنا كلنا سندوتشات. يعني مفيش فايده؟ لسه مصممه على الاستقاله؟ ايوه يا فندم. انا عمري ما مضيت ورقه مش مقتنع بيها، ودي أول مرة هعملها. أنا حمضي الاستقالة. ده حقك. متشكرة أوي يا فندم. مع السلامة يا سميحة. الله يسلمك يا فندم. هنشوف بعض فيها رجاء. بس انا نفسي اسالك سؤال، خدتي ايه من اللي عملتيه؟ صحيح. خلاص يا استاذه، مش هنشوف حضرتك تاني؟ خليك
خلي بالك من نفسك يا يسري، خلي بالك قوي. عارف ليه؟ لأنك إنسان كويس قوي. شوف وشك بخير. خلاص يا سميحة، آخر مرة هتجيلي مكتبي. المكتب ده يا فندم ليا فيه ذكريات كتير، فيها الحلو وفيها المر، وأنا هحاول أنسى أي ذكرى سيئة. بس يا ريت ما تنسيش إن في إنسان هنا بيحترمك وبيثق فيك وهيفتقدك. على العموم أنا بتمنى لك كل خير. مع السلامة. شكرا قوي يا فندم. أشوف وشك بخير. أنت هتفضلي حابسة نفسك معايا هنا؟ هروح فين بس يا بابا؟ أنا وأنت بقينا زي بعض، موراناش حاجة. إحنا الاتنين بقينا على المعاش. عمري على الفاضي. انا عمري ما شفتك بالياس ده ابدا. تقدري تديني الامل في بكره؟ تقدري تديني الامل في اي شيء؟ انا راضيه تكذبي علي، بس حتى لو بالكذب برضه مش هتلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ خضيتك؟ اسف انا بهجت. بهجت مين؟ بهجت سعد سلحي عبد الله. اهلا يا بهجت، وانت جيت هنا ازاي؟ طلعت سلم هوب في ثانيه. تعال ما تتخضيش يا سميحه، كنت بمسح لك دم على عينك. يا سميحه، وعرفت اسمي كمان؟ عرفت اسمي ازاي؟ عرفت وخلاص. لا بجد، قول عرفته ازاي؟ بجد بجد؟ عرفته خلاص. اقول لك عرفت ازاي؟ قول. اقول ممكن اجي اقعد جنبك؟ اه طبعا. لا لا مش هنا، هنا يتعبك قوي. تعالى جنبي هنا. انا لسه صغير. تعرفي وزني كام؟ كام؟ 15 كيلو. 15 كيلو بس؟ اقول لك انت وزنك كام؟ 100 كيلو. 100 كيلو؟ ليه يا ابني؟ هو انا دبه ولا فيل؟ سمعت انك البهجت هو بيقول انا طالعه عندها سميح، رحت انا جاري سوقت رحت طالع لك. برافو عليك. انا اول مره اشوفها تضحك من ساعه الاحداث الاخيره. الحمد لله. الحمد لله. الحكايه كده بسيطه، كل يوم نجيب لها ابوكي الصغير. ابوكي سميح وهنلعب في الجنينه بقى. اهلا اهلا يا حنين. اهلا 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 بيك. ازيك يا سعد؟ ازيك يا سميح؟ اهلا بيكم. معلش بقى، احنا جينا لك من غير ميعاد. يا خبر، ده كلام تقوليه برضه؟ ده البيت بيتكم تنوره في اي وقت. ربنا يخليك، يعني لا تفتكر ان احنا ولادات الزوم وجينا كده يعني فجأة. ما تقولش الكلام ده يا سعد،
هو انت غلب؟ انا جيت النهارده مخصوص مع سعد علشان اهنيكي. تهنيني؟ هتهنيني على ايه؟ كفايه ان انت خدتي قرارك ونفذتيه، ما ضعفتيش. مظبوط. الانسان اولا واخيرا لازم يعيش، ولازم يعيش صح، يعني لا يأذي نفسه ولا يأذي غيره ولا يسمح لأي مخلوق إنه يأذيه. أنت عارفة سميحة في ناس بتعيش حياتها مستسلمة وفي حالة ضعف وإحباط، يعني ما بيبقوش راضيين عن حياتهم أو عن شغلهم، ومع ذلك بيبقوا أضعف من إنهم يخرجوا عن الخط أو يتمردوا على اللي حاصل. عشان كده أنا عايز أحييك على الخطوة العظيمة اللي أنت عملتيها، وأنا أعتقد إن أنت مش هتندمي أبدا. أنا مش ندمان على قراري أبدا، بس إيه يا سميحة؟ بس مش عارفة ليه حاسة بحزن. إيه يا رجائي؟ إيه مش فاهم؟ إيه يعني هتحايل عليك علشان أقابلك؟ كل ما أقولك نتقابل تتحجج لي بحجة، أزعل وأقول مش هكلمك تاني، وألاقي روحي بطلبك من غير ما أحس، وأقول دي آخر مرة وما بتبقاش آخر مرة. عموما يا ريتني زيك، لما أزعل أقدر أبعد وأنسى. طب حطي نفسك مكاني، لو أمي رفضت إن أتجوزك ولقيتيني واخد موقف سلبي جدا، ده مش هيخليكي تغيري رأيك فيها، مش هتشك في حبي ليكي وتمسكي بيكي. أنت بتشك في حبي ليكي يا رجائي؟ أنا منكرش إن أنا احترت، هي أمي وأنت حبيبي، لكن بعد تفكير طويل عرفت إن ماما كانت ظلماك وظلماني، وإن مش هو ده السبب الحقيقي اللي ترفضك علشانه، وعموما هي دي حياتي مش حياتها. وقلت لها الكلام ده؟ أيوه. وكان ردها ايه؟ ما ردتش عليا. انت يهمك ردي في ايه؟ طب ممكن ترمي السيجاره دي؟ انت مش عارفه ان انت ممنوعه من التدخين؟ وبعدين ما كفايه اللي جرالك منها. انت ايه يا ماما؟ انت عايزه تموتي روحك؟ ومن وقتها ما بطلتش تدخين، سيجاره من ورا سيجاره. امي بتنتحر قدامي يا رجائي ومش عارفه اعمل لها ايه، مش قادره امنعها. ده ايه العذاب اللي انت فيه ده؟ ولا العذاب اللي انا فيه انا كمان؟ وانت اللي كنت بتتهمني ان انا واخده موقف سلبي. الحقيقه احنا في موقف صعب، بس مش مهم احنا دلوقتي، المهم مامتك، لازم ننقذها باي ثمن. دي مساله حياه او موت يا رونا. الو، مين حضرتك؟ عايز تعرف اسمي؟ انا اسمي بهجت. وحضرتك كمان اسمي بهجت. انا بتصل النهارده عشان اعزمك على عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. حضرتك طيب، هتيجي عيد ميلادي؟ والله افكر. هزعل لو ما جيتش. وانا يخلصني زعلك يا حبيبي. هو امتى؟ بكره ان شاء الله الساعه 6. اديني بقى سميحه عشان اكلمها. خدي كلمي. مين اللي عايزه؟ واحد صوته ملائكه، لما تكلميه هتعرفيه. الو. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا بوجي؟ ازيك يا حبيبي؟ والله كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. حاضر حاضر يا حبيبي. اوكي باي. ايه رأيك؟ كله كده تمام؟ تسلم ايدك يا حبيبي. وايديك يا حبيبي، مفيش اي حاجة ناقصة؟ لا طبعا كله جاهز ومتوضع، مش ناقص بقى غير ان اللي جايين ما يتأخروش. بالنسبة للأستاذ بهجت طول عمره مواعيده مظبوطة، أكيد هيجي في ميعاده. أما سميحة أعتقد إنها مش هي. سميحة قالت إن هي هتيجي. عيب كده، اسمها طنط سميحة. زعلت مني؟ يا حبيبي أنا أحب إنك تبقى مؤدب وتحترم الأكبر منك. لكن سميحة صاحبتي، هي ما بتزعلش مني لما أنا بقول لها كده، حتى أسألها لما تيجي. مش جايز كان المفروض انا اعزمها؟ ما اعتقدش، سميحه انسانه بسيطه ومفيش داعي للحساسيه دي. طب قولي، قلت لها ان انت عامل لها مفاجاه؟ هو مش انا اللي عزمتها، بوجي هو اللي عزمها يا ستي. كده اتاخرت كده ليه بقى؟ والله يا بيبي بعد ما لبست رجعت فكرت تاني، اكيد هيبقوا عازمين ناس وانا ما فيهاش دماغ ان انا اضحك واجامل، ده ما هيبقى تقيل قوي، انا عارفه نفسي. وانا ما اقدرش اضغط عليكي، بس جاي سعد ياخد على خاطره، انت عارفه انه رقيق وحساس، ده عين بلد ابنه، وخلى ابنه هو اللي يعزمك،
يعني هي لمسة معرفش وصلتك ولا لأ، بس على كل براحتك. طب خلاص بقى هاجي معاك على الأقل عشان أوصلك. ميرسي. يلا تسلم علينا وتودعنا. أنا طلبت وقتها من الأستاذ باجت إنه ياخد لنا صورة معاها. أما جت الفكرة وقلت الحنان عليها كان في بعض الملامح مش واضحة في الصورة، بس كانت واضحة في ذهني وفي ذاكرتي. قلت الحنان عليها. ساعدني كمان إن حنان شفتك، والشبه كبير قوي بينك وبين الهنم الكبيرة، مش بس في الشكل وفي الروح كمان. خبر يا سعد، مش عارفه اشكرك ازاي. اي كلمه شكر ليك والحنان مش كفايه. انت اللي تشكريني. طيب تعالي نودي اللوحه العربيه واقول لك في اليوم ده حصل ايه بالهنم الكبيره. يلا. انت عارفه يا سميحه هانم، الهانم والدتك ادت لابويا ظرف مقفول. الظرف ده كان فيه كام؟ من فضلك يا سعد مش عايزه اعرف. باختصار الظرف ده كان فيه مبلغ سمح لي ان انا اكمل تعليمي الجامعي. ممكن توعدني ان انت ما تجيبش سيره الموضوع ده تاني خالص؟ حاضر اوعدك يا سميحه هانم. وبعدين بقى في هانم دي هتفضل لحد امتى تقول لي هانم؟ لحد ما نحط اللوحه في العربيه، بتالي كده كفايه. اتفضل. اهم جم. سميحة ما تعرفش المناسبة التانية اللي بنحتفل بيها الليلة. إيه؟ على فكرة يا إخواني، النهاردة عيد جوازي أنا وحنان. عيد حبنا. كده. كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يسعدكم يا رب. ميرسي يا سميحة. أنتم مبروك. أما حنان فاجئتني حتة مفاجأة. إيه؟
لقيتها رسمة حتة صورة لماما، خديتها من صورة قديمة عند سعد، إنها صورة حلوة قوي، صورة هتنطق. من ساعة ما شفتها وأنا متاخدة متأثرة قوي. سميحة؟ إيه يا حبيبتي؟ سميحة أنا كنت عايزة أقول لك حاجة، يعني مش عارفة أقولها دلوقتي ولا بعدين، خليها بعدين. لا لا لا، قولي اللي انت عايزاه. انت مالك يا حبيبتي مخطوفه ومرتبكه كده ليه؟ ايه عايزه تسالي عن الديكورات والجهاز؟ صح، ما تقلقيش يا حبيبه قلبي من اي حاجه. معلش الفتره اللي فاتت بابا كان تعبان شويه، وانا مريت بظروف ربنا اللي يعلم بيها، لكن ان شاء الله في خلال 3 4 شهور بالكتير كل شيء هيبقى تمام، كله هيبقى جاهز. 3 4 شهور ايه كتير؟ اصل قربي ودنك اقول لك حاجه. قرب ودني؟ هو في حد معانا في الاوضه يا مجنونه؟ انت مش هتبطلي شغل العيال ده بقى امتى هتكبري؟ اتفضلي يا ستي، ادي ودني وشوشين.